بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية والزراعة عموما، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم النهاردة عن عملية تهذيب بي اتش التربة، عن تهذيب بي اتش التربة. مفيش حاجة اسمها هنخفض البي اتش بتاع التربة، لأن تخفيض البي اتش بتاع التربة ده صعب جدا إن هو يحصل، وهيحصل انخفاض تمام، بس الانخفاض ده سرعان ما بيرجع للارتفاع تاني. يعني عملية الري في حد ذاتها كونك إنك بتروي النبات بيخفض البي اتش بتاع التربة، انخفض البي اتش بتاع التربة تمام، ولكن سرعان ما بيرجع لحالته الطبيعية تاني تمام. في أراضي الوطن العربي واللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة الماضية تمام، فلازم نعمل عملية تهذيب. العملية التهذيب دهيا بتاعة البي اتش نهذبه شوية تمام. عملية تهذيب البي اتش دهية هينتج عنها ايه؟ هينتج عنها عملية مصالحة او ملاطفة ما بين العناصر الغذائية، تيسر العناصر الغذائية وما بين النبات. إذا في النبات هيقدر في وقت من الأوقات لما نهذب البي اتش ده هو شوية هيقدر يمتص، أو هيبقى فيه تيسر لبعض العناصر يقدر يمتصها في وقت معين من أوقات النمو بتاعه تمام. من الحاجات ده هي تجمع في حاجات بعيدة الأمد وفي حاجات قريبة الأمد تمام. الحاجات اللي هي بعيدة الأمد دهيا اللي هي بتخفض أو بتهذب لي رقم البي اتش، إن أنا أحاول أغير في القوام بتاع التربة تمام. يعني هنلاقي دايما إن البي اتش بتاع الأراضي الكلسية عالي جدا، يليها الأراضي الرملية عالي، يليها الأراضي الطينية تمام. طيب أنا في لو أضفت المادة العضوية لأي نوع من الأراضي دهوت، إيه اللي هيحصل للمادة العضوية؟ هيحصل تهذيب للبي اتش بتاع التربة. التهذيب ده هيجي نتيجة ايه؟ انت اضفت المادة العضوية، المادة العضوية بتتأكسد، بتتأكسد يعني بيخرج منها الكربون تمام. الكربون ده هو بيختلط بالمية، اختلاط الكربون بالمية بيعمل حمض الكربونيك، حمض الكربونيك حمض هو. طب طالما احنا الارض فيها حموضة فحمض هو، الحمض ده هو هيقلل البي اتش ولا مش هيقلله؟ هيقلل البي اتش، هيهذب البي اتش تمام. اذا فإضافة المادة العضوية تمام على المدى البعيد بتنزل لي او بتهذب لي رقم البي اتش بتاع التربة تمام. دي اول حاجة. لو انا المادة العضوية بقى ايا كانت كنت اضفتها، انت مادة عضوية في صورة سماد دواجن، في صورة الكمبوست ان كان نباتي او حيواني، او انك انت اضفت جرين مانيور يعني زرعت شوية شعير ولا حاجة في الارض، او البرسيم في اخر حشة كده بيبقى فيه المنطقة الجذور ده بتحرتها في التربة، كل دي بتزود من المادة العضوية او الاورجانيك مطر بتاع التربة، واللي هي في الاخر بتحسن لي القوام بتاع التربة او بتغيره على المدى البعيد تمام. بدل ما تربة رملية بتبقى طمية شوية وبتميل لي ان هي بتبقى تربة صمرة يعني، فبتنقدر نهذب رقم البي اتش بالحالة المادة العضوية. تاني حاجة بقى اللي هو في المدى القريب خالص والناس اللي احنا يعني بنعملوها وقتي، اللي هي اضافة الاحماض. اضافة الاحماض في يا جماعة اسمدة اساسا طبيعتها حامضية، طبيعة الاسمدة نفسها حامضية. ايه هي الاسمدة دي؟ كل ما هو يحتوي على الصلفة، كل ما هو يحتوي على الصلفة وخصوصا صلفات الامونيوم او كبريتات الامونيوم تمام، او كبريتات النشادر او كيماوي الملح زي ما بنقول في مصر اللي هو العشرين وستة من عشر. ده لما بنحطه في الاول في بنحطه في الخدمة بنحطه علشان يخفض لنا او يهذب لنا، برضو مش عايز اقول يخفض لان التخفض دي كلمة كبيرة جدا، يهذب لنا رقم البي اتش تمام، هينزله ناحية الحامضية شوية او حتى يوصله لنا لنقطة التعادل. الحاجة دي او سلفات الامونيوم ده صلفة يعني كبريت، كبريتات امونيوم، كبريت كل ما هو من شأنه او كل ما هو سماد يحتوي على كبريت تمام. الكبريت ده هو اللي بيعمل القصه دي، هو اللي بينزل البي اتش. طب هينزلها ايه؟ برضو زي ما قلنا في الماده العضويه الكبريت هيتاكسد تمام، هيطلع لما يتاكسد الكبريت مع الميه هيحصل لي ايه؟ ان في حمض كبريتيك تمام، ده هيخفض لي رقم البي اتش. غيره بقى ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نضيف احماض وعلى راسها حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك هيخفض لي، ولكن في مشكلته، مشكلته ايه؟ ان هو شديد جدا تمام، وبالتالي هيبقى في حذر جدا للناس اللي هي بتحط حمض الكبريتيك، وممكن يأثر على شبكة الري او الاواني اللي بتحط فيها الحمض الكبريتيك ده هو
وقت ما بنسحب، وخصوصا لو انا بشتغل اجهزة سنترال بيفوت او رشاش زي ما بيقولوا في المملكه، فده طبعا بيعمل تاكل كبير، تمام؟ ولذلك المفروض نخففه قوي. حمض كبريتيك، ممكن حمض النتريك، او ممكن حمض النتريك بخف، ما هو حامض اهو، انا بقول لك ده حامض، تمام؟ حمض النتريك هيخفض البي اتش بتاع التربه شويه. حمض الفوسفوريك، حمض الفوسفوريك هيخفض، بس لو انا عندي كارد كالسيوم، يعني مش دايما بنقول نبتعد عن قصه الفوسفور بالذات، لان بيحصل فيه مشاكل كتير في عمليه استحاله الفوسفور في الاراضي الكلسيه، ولذلك بنقول دايما نحط حمض فوسفوريك، ما فيش مشكله ان هيبقى له مشاكل كتير، ولكن في عمليه التثبيت، ولكن المفروض ان احنا بنرش كتير بالنسبه للعناصر الصغرى وعلى راسها الحديد، وبالنسبه للفوسفور في الاراضي الكلسيه اللي فيها كربونات كالسيوم عاليه، تمام؟ ممكن نحط حمض نتريك، ممكن نحط حمض نتريك، ممكن نحط حمض ستريك، ممكن نحط حمض ستريك او ملح الليمون زي ما بيقولوا. كل دي من الحاجات اللي هي بتخفض لي البي اتش في المدى القريب. اما المدى البعيد فزي ما بنقولنا احنا بنحاول نخلق عملية تغيير للقوام بتاع التربة، بحيث ان هي تتغير من اراضي رملية، بواسطة ان انا بحاول اضيف مادة عضوية كتيرة جدا، وبالتالي الى حد ما هتهذب لي او تعمل مصالحة ما بين البي اتش بتاع التربة وما بين النبات وما بين العناصر، هتحاول تعمل كوكتيل كويس كده يقدر النبات في الوقت ده هو يمتص العناصر بتاعته، تمام؟ برضو يعني دايما عينك على حاجة، عينك على انك بتغذي، وانك انت عينك على انك تخفض البي اتش، ولكن عينك على العناصر اللي هي بيحصل لها استحالة او يحصل لها عدم تيسر في البي اتش العالي. دايما كل فترة كده تفتكر وترش رشة يكش كل 15 يوم، وخصوصا نباتات الخضرة عشان سريعة الظهور عليها، يكش كل 15 يوم ترش رشة عناصر صغرى بعيد عن البي اتش وبعيد عن المتاهة اللي بتحصل في التربة دهيت. بنتمنى يعني ان احنا نكون اوجزنا او عرفنا معلومة جديدة عن رقم البي اتش. المرة الجاية بنتكلم على الاي سي، وماذا يعني رقم الاي سي في التربة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.